مساء الخير، بنرحب بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر، أهلا بيكم. النهاردة في أخبار مهمة ويوم مهم بكل تأكيد، في تفاصيل مهمة لازم نتطرق إليها، سواء هنا في مصر زيارة السيد الرئيس النهاردة لمنطقة الأمل، منطقة المستقبل، الاستصلاح الزراعي، مستقبل مصر. طبعا في كمان أخبار مهمة فيما يتعلق بسد النهضة وأمور أخرى كثيرة مرتبطة بها، فيما يتعلق طبعا بجولة كينشاسا اللي انتهت اليوم بالفشل، يعني انتهت اليوم ولم تفضي إلى شيء. قبل ما ندخل في هذه الأخبار وغيرها الحقيقة من الأخبار الموجودة معنا النهاردة، لازم قطعا أرحب بزميلتي العزيزة ريهام إبراهيم. ريهام مساء الخير. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير، برحب بحضراتكم. أخبار كتيرة مهمة زي ما عمرو قال، بيتقدمها طبعا ملف سد النهضة. ملف سد النهضة الحقيقة والتفاوض وهذه المعركة التفاوضية، النهاردة وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن جولة من معركة المفاوضات عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال الرابع والخامس من إبريل لم تحقق أي تقدم ولم تصل إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات. أعلنت الوزارة أن إثيوبيا رفضت المقترح اللي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية. الرباعية دي بتقودها الكونغو الديمقراطية اللي بترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط ما بين الدول الثلاثة الأطراف المعنية بملف سد النهضة. إثيوبيا رفضت في الاجتماع كل المقترحات، كل البدائل اللي مصر طرحتها وأيدتها السودان مع مصر علشان يتم تطوير العملية التفاوضية، بمعنى أنه يكون في إمكانية للثلاث دول وللأطراف اللي بتشاركهم في المفاوضات، بمعنى أنه يكون في مراقبين، في محاولات لمباحثات ومشاركة من الدول اللي موجودة في الملف كتسيير للمفاوضات، يطرحوا حلول للقضايا الفنية القانونية، القضايا كمان اللي مختلف عليها. إثيوبيا رفضت المقترح المصري اللي تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري واللي دعمته السودان، بمعنى آخر هي رفضت أي محاولات للمفاوضات واستئنفها، وده كان بقيادة الرئيس الكونغولي اللي كان مشرف على الموقف. وطبعا ده بيثبت أنه إثيوبيا بتأخذ يعني شكل صارم وصعب لا يتحمل أي مرونة أو مسؤولية فيما تقوم به. طيب معانا على التليفون سيد سامح شكري وزير الخارجيه. سيد الوزير مساء الخير يا فندم. الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتنا لحضرتك. اكيد يعني اكيد جوله حضرتك كنت استبقتها والخارجيه المصريه استبقتها بالتصريح بانها الفرصه الاخيره. بعد ما انتهت الفرصه الاخيره، كيف تقيم الوضع الان سيد الوزير؟ في الحقيقة هذه الجولة كشفت بشكل واضح وجلي المواقف المتعنتة الإثيوبية اللي وصلت لدرجة محاولة التنصل من الولاية التي يتم على أساسها عقد المسار الأفريقي، وهي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. هذا هو الهدف من المسار الأفريقي وفقا لما أقره رؤساء الدول والحكومات عندما اجتمعوا في إطار مكتب الاتحاد الأفريقي. ويأتي الموقف الإثيوبي اليوم بإهدار حتى هذا المسار. بالتأكيد نحن نتشاور مع الأشقاء في السودان لتحديد الخطوات القادمة، بالتأكيد سوف يكون هناك إحاطة وتواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي الكونغو الديمقراطية، وايضا مع شركائنا الدوليين ومع المنظمات الدوليه لتوضيح خطوره الموقف وعدم التزام اثيوبيا بقواعد القانون الدولي ومراعاه مصالح دولتي المصالح. معالي الوزير برحب بحضرتك طبعا معانا، ويعني استكمل الحوار بالرفض ايضا للرباعيه وكذلك لما ياتي تحت هذه الرباعيه من مراقبين، من محاولات لايجاد حلول تفاوضيه اخرى وحلول حول ما هو مختلف عليه. ما هو المنتظر اذا يا فندم من الاطراف الاخرى التي تشارك بعد هذا الرفض لها؟ يعني بالتاكيد انه الطرح المصري السوداني بالرباعيه كان الهدف منه اشراك اطراف لها تاثير ولها قدره
على معاونة الرئاسة الأفريقية لوضع حلول والتوصل لمواقف عادلة تؤدي إلى توقيع الاتفاق. كان في إطار مناقشة هذا الموضوع رفض تام من قبل إثيوبيا لإعطاء أي دور لشركاء تربطهم بعلاقات وثيقة بإثيوبيا، ولكن كان هناك عمل لمقاومة هذا التوجه. وبالرغم من ذلك كل من مصر والسودان أبدوا مرونة كبيرة. صحيح. وبعد ما كان مطروح رباعية للوساطة قبلنا رباعية للتيسير، ثم قبلنا بأن يكون الأمر متروك لرئاسة الاتحاد الأفريقي فخامة الرئيس تشيسيكيدي بأن يستعين بما لديه من عناصر قد تعاونه، وحتى هذا لم يكن محل قبول، وإنما كان أيضا في محاولة للمراوغة وتقويض أي دور لأطراف أخرى. هذا موقف متعنت أيضا وموقف ينم عن محاولة الابتعاد عن أن يكون الموقف الإثيوبي محل تقييم من قبل أطراف دولية تستطيع أن توضح مدى عدم المرونة في الموقف الإثيوبي. سعادة الوزير، أكيد حضرتك اطلعت على بيان الخارجية الإثيوبية الصادر من ساعة تقريبا أو ساعة ونص، وبيؤكد أنا لسه واصل الخرطوم في الحقيقة فلم أطلع بعد عنه. الحمد لله على السلامة. يعني هو البيان بيؤكد على الملء الثاني في يوليو، بيتهم مصر والسودان بتقويض المباحثات، بيتحدث كمان سيادة الوزير عن جولة مفاوضات ثلاثية برعاية كونغولية في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، يعني بعد حوالي أسبوعين من الآن. رد الخارجية المصرية يا ترى زي ما سيادتك اطلعت على البيان الصادر عن الاجتماع، فالبيان لم يتضمن أي دعوة أو مواعيد لجلسات أو جولات مفاوضات. نحن لم نتلقى من جانب الرئاسة الاتحاد الأفريقي أي إشارة في هذا الصدد. بالتأكيد نحن دائما منفتحين ونتعاون مع الرئاسة الأفريقية ونعمل في إطار التكليف الورد في المسار الأفريقي، ولكن حتى الآن ليس لدينا علم بأي يعني مواعيد. لم يطرح ما جاء في البيان الإثيوبي ده الأسبوع الثالث من عليها. أما البيان الإثيوبي فأي ما تضمنه فهو كذب كامل ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة، وكل مشاهد ومراقب لمسار المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها يستطيع أن يرى بشكل واضح لأي مدى كان الموقف المصري السوداني مرن، لأي مدى كان راغب في استئناف المفاوضات بدون أي مشكلات شروط، ولكن لم يتيسر ذلك نظرا للرفض المستمر لكل المواضع والمحاولات الالتفاف على كل طرح. طيب معالي الوزير، هل يعني كانت إثيوبيا في محاولات لكسب الوقت للتسويف لتضييع بعد الوقت بعد 10 سنوات من المفاوضات التي لم تؤدي بنتيجة؟ فهذا هو الهدف الإثيوبي، شاهدناه بالعام الماضي عندما قامت بالملء الإحادي أول سنة، وما تعتزم أن تقوم به مرة أخرى في إطار فرض إرادتها على دولتي المصاب وعدم المبالاة للأضرار التي قد تقع على ملايين من المواطنين السودانيين. سيد الوزير، الآن الشارع المصري ربما يتساءل ما هي الأوراق الدبلوماسية والقانونية التي هي بحوزتنا الآن لضمان حقوقنا المشروعة في مياه النيل؟ نحن سوف نعمل مع شركائنا، سوف نعمل مع منظمات المجتمع الدولي، سوف نبرز المخاطر المرتبطة، وسوف نطالب المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالاطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي. فيما عدا ذلك فلكل من مصر والسودان إجراءاتهم وقدراتهم التي سوف تدافع عن
حقوقهما المائيه. طيب معالي الوزير، هل من الممكن يعني ان نتطرق في هذا؟ التليفون بتاعي هيقطع شحن للاسف. شكرا. طيب احنا اسفين طيب جدا للاطاله. احنا اطلنا على حضرتك. شكرا سيادة الوزير، شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير، والحمد لله على السلامه. يعني الوزير سامح شكري يعني بدا الحديث بانه لسه واصل للخرطوم، وكان بيتحدث طبعا زي ما تابعنا مع حضراتكم في مستهل حلقتنا، كان ضروري ان يكون معانا هذه التصريحات من سامح شكري وزير الخارجيه حول ملف سد النهضه، اخر التطورات بشان اثيوبيا وما ذكرته عن رفضها للرباعية، للتفاوض اللي مصر متمسكة به، والتوسع كذلك في الوساطة لإيجاد حلول ترضي الأطراف. زي ما أكد معالي الوزير معانا أنه فعلا هناك محاولات لإضاعة الوقت عبر السنوات الماضية، 10 سنوات بتحاول أن هي تكسب فيهم الوقت ولم تنظر إلى المخاطر اللي هتصب على الجميع. كان عندنا لسه أسئلة كتيرة أنا وعمر، بس طبعا يعني إحنا بنحترم وقت وزير الخارجية طبعا. لكن أيضا الشيء المؤكد اللي أكد عليه سيد وزير الخارجية أنه ما ذكر في البيان الأثيوبي اللي صدر منذ قليل بشأن أن في جولة مباحثات ثلاثية ستعقد في الأسبوع الثالث من هذا الشهر بعد حوالي أسبوعين، ده طلعوا بيه بشكل أحادي كده دون تنسيق. حتى سيد وزير الخارجية قال أن ما عندناش علم بهذا الأمر، ما فيش أي مقترح أو أي اتفاق بوجود مفاوضات في هذا الشهر بهذا الشكل يعني، وأن الأمر طبعاً يعني الآن في إطار التباحث والتشاور ما بين مصر والسودان والرئاسة الكونغولية ورئيس تشيسكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، وإن ما جاء في هذا البيان هو مرفوض. وأعتقد ده هو أول تعقيب أو تعليق من الخارجية المصرية على بيان الخارجية الأثيوبية اللي صدر منذ دقائق قليلة. تصريحات كمان مهمة كانت بشأن الموقف الحالي الحاضر الآن ماذا سيحدث، وكان معالي الوزير بيتحدث معنا عن التفاوض اللي مصر بتتمسك به والمرونة اللي مصر بتتعامل بيها وأيضا بتؤيدها السودان. ده كان يعني الملف، ملف سد النهضة، وكان اتصال طبعا هاتفي مع وزير الخارجية وكان من الخرطوم تحديدا. وأكيد هنستكمل مع حضراتكم كل ما هو جديد في هذا الملف، ونبدأ أخبارنا معاكم. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد موسم الحصاد الزراعي في مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية، واللي بيتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة. التقى الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، واطلع على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج الزراعي. الرئيس وجه بضرورة تذليل كل المشاكل والعقبات اللي موجودة، وده يتم من خلال عملية التنسيق والتعاون ما بين كل الجهات المختصة اللي بتوفر عناصر للجدارة، للإمكانية اللي مطلوبة لزيادة الإنتاج الزراعي لمشروع مستقبل مصر، وطبعا النظر لأهمية الموقع الجغرافي، وبالتالي لازم يكون في مرونة في تحقيق كل ما هو مطلوب للوصول للهدف. التقى الرئيس في الجولة دي مع عدد من الإعلاميين في موقع مشروع مستقبل وطن، وكان في نقاش وضح فيه الرئيس القيمة المضافة اللي بيمثلها المشروع في مجال المشروعات الوطنية والقومية، واللي بيستهدف زيادة المساحة الزراعية في مصر، وأهمية هذا القطاع المجال المهم جدا الزراعي اللي طبعا من خلاله بيبقى فيه فرص عمل، أمن غذائي واكتفاء غذائي، وتخصصات كتيرة بتنتج من هذا الزراع اللي الدولة بتديله أهمية نظرا لأنه عنصر مهم في بلدنا. الأمر اللي طبعا بيبقى له كل الانعكاسات الإيجابية الواسعة على كمان عملية التنمية الشاملة اللي بتشهدها مصر. نشوف مع حضراتكم تقرير على الجهود اللي الدولة بتبذلها في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال طبعا المشروعات الكتير اللي بتجرى في أكتر من مكان. وطبعا احنا دلوقتي أمام مشروع مستقبل مصر 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في أماكن تانية على أرض مصر. النهوض بقطاع الزراعة عبر خطوات ومشاريع عملاقة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وتصدير الفائض للخارج،
يأتي على رأسها المشروع القومي للدلتا الجديدة على مساحة 1,000,000 فدان. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني ليكون 2 سنين بدلاً من 10 سنوات لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي قريبة من التجمعات السكانية وتعد فرصة يمكن من خلالها تعظيم التصدير والتسويق والإنتاج المصري خاصة مع قرب المنطقة من الموانئ الرئيسة على البحر المتوسط. سيوفر مشروع الدلتا الجديدة أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، هذا إلى جانب مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500,000 فدان ويشمل قرابة 250,000 فدان متداخلة. لو نظرنا للمشروعات الزراعية التي تمت وتتم عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنجد أيضا مشروع تشكى الخير الهادف للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 540,000 فدان وتصل في المستقبل إلى 1,000,000 فدان، مما يساعد في تقليل الميزان التجاري ويوفر فرص عمل للكثير من الشباب، بالإضافة لمشروع الصوب بإنشاء 100,000 صوبة زراعية لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة توفر أكثر من 300,000 فرصة عمل للشباب، بالإضافة لإنتاج محاصيل زراعية في غير مواسمها في الوقت نفسه توفر 40% من المياه. تمت زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية ل10 ملايين طن سنوياً وانتهاء بالمشروع العملاق الدلتا الجديدة، حيث لم تزد الأرض الزراعية منذ عام 52 ووصلت إلى 9,270,000 فدان، منها 6,095,000 فدان بالأراضي القديمة و 3,175,000 فدان أراضي مستصلحة. سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعية ومنها المشروع القومي للدلتا ترفع مساحات الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 فدان بمستهدفات التوسع الأفقي والرأسي في المجال الزراعي. من مصر، محمد عبد العال. النهارده وزارة الصحة قامت بتطعيم المرشدين اللي بيشتغلوا في هيئة قناة السويس بلقاح فيروس كورونا من داخل مستشفى هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. أكدت وزارة الصحة إنه بيتم تطعيم المرشدين والدكاترة والمنظومة الصحية وكل العاملين في هيئة قناة السويس بشكل طبعا منظم ومرتب تباعا، وبيتم البدء في تطعيم العاملين في قطاع السياحة في البحر الأحمر وجنوب سيناء والعاملين في مصر للطيران بهذه اللقاحات، وده طبعا بيساهم في توافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل ما بين الدول. عندنا تقرير بنتكلم فيه عن تطعيم المرشدين في هيئة قناة السويس وتفاصيل أكتر، خلينا نشوفه. أول أيام التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في مستشفى هيئة قناة السويس للمرشدين والعاملين بالهيئة، حيث تلقوا الجرعة الأولى وسط إجراءات ميسرة. بحضور وزيرة الصحة والسكان ورئيس هيئة قناة السويس انطلقت حملة تلقيح المرشدين والعاملين والأطقم الطبية بالهيئة، وذلك في بنك الدم بالمستشفى. من ضمن خطة الدولة لتوفير اللقاحات كان بالتوازي مع الأطقم الطبية والأمراض المزمنة وكبار السن إن احنا نبدأ ندي للقطاعات الاقتصادية اللي لها أثر كبير جدا في اقتصاد البلد، وطبعا على رأسها هيئة قناة السويس. متوفر عندنا كمية كبيرة هنخلصها إن شاء الله، يمكن يعني خلال يومين تكون الموضوع خالص لغاية ما تجيلنا جرعة تانية. هنفضل يعني هنفضل شغالين على طول لغاية كل ما تيجي جرعة هننفذها على طول، وعندنا كشوفات واحنا عاملينها وبالتعاون طبعا مع وزارة الصحة احنا جاهزين للموضوع ده. ويتلقى المرشدون والعاملون اللقاح على جرعتين بفارق زمني بينهما يقدر بحوالي 2 شهر، ويستهدف تطعيم جميع المرشدين باعتبارهم اول من يقابل السفن والاجانب. احنا كخدمات طبيه احنا مسؤولين على الخدمه الطبيه في الثلاث مدن الخاصه بالعاملين بتاعنا واعبائهم واسرهم وحتى اللي على المعاش. احنا كهيئه قناه السويس بنقدم خدمه طبيه لموظفينا حتى بعد ما يطلعوا من المعاش. من اول يوم الصراحه، أول ما قالوا التطعيم كل المرشدين يعني تقريبا عايزين اللقاح. يعني التطعيم ده حماية لينا ولولادنا مش أكتر من كده. يعني
بنشكر القيادة السياسية ان هي طبعا يعني خدتنا كخطوة اولى بالنسبة للتطعيم، لان احنا طبعا بنحتاجكم بالاجانب على طول على المراكب اول باول، فدي حاجة كويسة جدا جدا يعني، حاجة مطمنة. هي خطوة هامة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية، خطة ينتظر أن تنجح في تلقيح عدد كبير وهائل من المواطنين. من مصر، طارق أحمد. مؤخرا حصلت الحقيقة مفاجأة كبيرة جدا فيما يتعلق بكورونا في مصر. المفاجأة دي هي عبارة عن دراسة علمية أجراها القصر العيني، طبعا التابع لجامعة القاهرة، مستشفى القصر العيني، بالتعاون مع مستشفى 57-357. طيب ايه هي المفاجأة؟ المفاجأة ان فيروس كورونا القادم من وهان او وهان الصينية او الفيروس اللي جاي من الصين بريء تماما من اصابات المصريين، بمعنى ان المصريين اللي اصيبوا بالفيروس اللي جاي من وهان الصينية في بداية الجائحة لا يتعدى 3% من عدد إصابات المصريين بكورونا. يعني الفيروس اللي جاي من وهان ما صابش إلا 3% بس من اللي اتصاب في مصر من ساعة ما ظهر وحتى اليوم، وإن 97% من الإصابات بكورونا على الأراضي المصرية هي من السلالة الأوروبية، السلالة بتاعت فرنسا والسلالة بتاعت بريطانيا، وإن سلالة الصين أو سلالة وهان لم تصب إلا 3% فقط. الحقيقة دي يعني دراسة جديدة ودراسة مهمة جدا، لأنها قامت بها مراكز بحثية مصرية، بالإضافة أنها طبعا فيها عنصر المفاجأة، كان الكل بيتوقع أن السلالة الصينية هي الأكثر أو هي السبب في الإصابات يعني أو غالبية الإصابات، ولكن طلع لا، السلالات الأوروبية هي السبب. هنعرف التفسير من ضيوفنا الكرام، أستاذ دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ودكتور عصام مغازي مستشار منظمة الصحة العالمية. دكتور حسام، دكتور عصام، مساء الخير، أهلا بحضراتكم. أهلا بخير أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ ريهام، تحياتي. أهلا يا دكتور حسام. وتحياتي للدكتور عصام وكل مشاهدين برنامجكم الرائع والجميل. تحياتنا. شكرا يا فندم واهلا بك يا دكتور عصام. وهبدا مع حضرتك دكتور حسام، يعني ايه راي حضرتك في السلالات اللي احنا بنتكلم عنها، يعني ووصول حاجه لمصر وتوضيح الامر، الموقف بالنسبه للاصابه اساسا شكله ايه وتقييم حضرتك ليه ايه؟ يعني ممكن مشاهد دلوقتي يقولوا هي كلها كورونا. يعني خليني بس نحط المجموعه من النقاط على الحروف. انه بدايه انتشار المرض دكتور حسين في دول العالم وبدا الانتقال في اوروبا، في اوروبا حصل نوع من التحور او التغير في الفيروس، وبقى هناك فيروس متحور وفيروس غير متحور. وعلامه الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي وجود هذه التحورات. احنا في مصر وكدولة تقوم بمتابعة كل ما يتعلق بفيروس كورونا من خلال مراكزها البحثية، بنعمل حاجة بنسميها الجين سيكونسينج او التحليل الجيني للفيروس اللي بيصاب به المصريين او اللي موجود على الاراضي المصرية. الهدف من الجين سيكونس دوت هو مجموعة من الاشياء، اولها التعرف على طبيعة الفيروس، الحاجة الثانية التعرف على الأسلوب الذي يتمكن به الفيروس من الدخول إلى الخلايا، حاجة ثالثة هل هناك رابط ما بين السلالات المختلفة أو التحورات أو الطفرات أو اللي وشدة المرضى أو تأثير ذلك على تأثير الحالة المرضية وسرعة الانتشار. الحاجة الرابعة وهي الأهم هي دور التغيرات دي في اختيار انواع التلقيحات المناسبه اللي من شانها ان تؤثر ان تكون لها كفاءه عاليه في التعامل مع المرض. الابحاث دي بتجرى في المراكز البحثيه في الجامعات المصريه، في المركز القومي للبحوث، في بالتعاون مع مستشفى 57 اللي هي الدراسه اللي احنا بنتكلم عليها 57-357، من خلال المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه اللي هو المظله الجامعه لكل المستشفيات الجامعي. دي دراسة كنا عملناها في الموجة الأولى، والموجة الثانية والآن بيتم نفس الدراسة مع الانتشار الوبائي اللي بدأ مع الموجة الثانية.
طيب سؤالنا بقى لدكتور عصام. دكتور عصام، يعني الدراسة دي بعد ما تعمقنا كده فيها سريعا مع دكتور حسام، يعني ممكن تقول لنا الأخطر يعني في هذه السلالات الأوروبية ولا الصينية، خاصة إن بقى عندنا وعي، يعني الناس بقى عندها فكرة عن السلالات، عن التحور للفيروس، عن اللقاحات، فنحب نعرف مدى شدة يعني سلالة عن أخرى في خطورتها. هي ظهرت سلالات كثيرة من ساعة الفيروس ما ظهر في آخر 2019 في سلالة جنوب أفريقيا وفي البرازيل. أعتقد حسب العلماء ما قالوا إن سلالة جنوب أفريقيا كانت خطيرة أكتر، لكن دي مش حاجة عامة يعني. طيب يعني فعلا ده يأكد كلام حضرتك برضو اللي قاله دكتور حسام، إن إذا كانت السلالة الأوروبية هي اللي جات لنا في الموجة الأولى، فإحنا شفنا نفس السلالة كانت أدت إلى مضاعفات خطيرة جدا هناك في بريطانيا وفي فرنسا وفي أسبانيا وإيطاليا، ولكن الحمد لله هنا في مصر كانت إلى قدر كبير ما كانتش مؤثرة بنفس التأثير اللي كانت بيه في أوروبا. أسأل دكتور حسام، هل في تفسير لده؟ ونفس السؤال برضه لدكتور عصام، هل في تفسير لده؟ دكتور حسام؟ يعني خليني أقول لحضرتك إنه في شهر أبريل 2020 منظمة الصحة العالمية أعلنت أن المتوقع أن يكون هناك أكثر من 10 مليون إصابة في أفريقيا. الحمد لله النهارده إحنا في أبريل 2021 كانت هذه التوقعات غير دقيقة وغير صحيحة. ده سببه انه هناك الكثير من الاختلافات ما بين الطبيعه الجينيه للشعوب للدول، الطبيعه المناخيه، الطبيعه حتى البيئيه، من شانها ان تقلل او تشدد من سرعه وحده انتشار الفيروس. فعموما اوروبا مش من الدول، او افريقيا مش من الدول اللي في حركه دوليه عليها عاليه بخلاف اوروبا. يعني اوروبا حجم الحركه الدوليه والسفر من مكان الى مكان اكثر انفتاحا من افريقيا، فمعدلات السفر لافريقيا اقل، وبالتالي معدلات الانتشار بتبقى اقل. كويس. الطبيعه الجهاز المناعي عندنا مختلف. يعني زي على سبيل المثال، خليني ادي مثال لمرض الملاريا مثلا، انه الهنود من الشعوب المقاومه للملاريا على الرغم من وجود البعوضه هناك، فهناك طبيعة مناعية ودينية تختلف من شعب لشعب. احنا عندنا اكثر في القرى والريف انه مفيش تزاحم، يمكن التزاحم اكثر في عواصم المدن، لكن في القرى والريف والمحافظات الحدودية حجم التواجد في بيئة صحية وهواء وعدم التزاحم ده بيقلل كثيرا من معدلات انتشار الفيروس. طب الحمد لله احنا عندنا مجموعه من العوامل من شانها ان تقلل من معدلات انتشار المرض. قد يكون المشكله الاساسيه احنا عندنا هي تراخي الناس وعدم التزامهم في بعض الاحيان بالاجراءات الاحترازيه. في دليل انه مجرد ما يبقى في التزام، معدلات الاصابه بيظهر على طول في الاسبوع الثاني والثالث انها تقل. مجرد ما تبدا الناس تتراخى ويبقى في نوع من انواع التزاحم والتعامل مع الموضوع بشكل فيه نوع من انواع التراخي، على طول بيرتفع معدلات الاصابه. طيب. شكرا جزيلا لك دكتور حسام عبد الغفار، الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه، شكرا على المعلومات. ودكتور عصام، يعني رايك يا فندم في نفس الموضوع، اتفضل. بضم الصوت للدكتور حسام على موضوع التراخي ورمضان على الابواب. خلي بالنا التجمعات عايزين نعدي من رمضان على خير. على خير ان شاء الله، ما يحصلش زي السنه اللي فاتت كان في زياده كبيره جدا بعد رمضان. طيب هل تتوقع دكتور عصام ان في شكل من اشكال السلالات الجديده، يعني احنا بنتكلم على السلاله الاوروبيه هي كانت الاكثر تاثيرا علينا في مصر، 97% من الاصابات بالسلاله الاوروبيه مش الصينيه. طيب هل حصل اي يعني تحور تاني ليها، ولا ما زال الغالبيه على السلالات الاوروبيه؟ حضرتك شايف الامر ازاي دلوقتي؟ دي حديثه
حديث يا استاذ عمرو، في هي دي احدث حاجه، واكيد هيبقى في تطور في الدراسات، لان ده فيروس جديد. يعني كنا بنقول عليه كورونا المستجد، فطبيعه تصرفاته مش محسوبه لغايه دلوقتي يعني. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عصام غازي، شكرا لحضرتك. ويعني أكيد بنضم صوتنا لصوت الدكاترة وبنقول ربنا يعدي رمضان على خير، بلاش تجمعات، كل اللي مطلوب من الدولة في إرشادات في إجراءات تم، مطلوب بقى وعينا كمواطنين وإزاي ممكن إن احنا نخاف على أهل بيتنا من إن احنا نقنن من عملية التجمع المتعارف عليها في رمضان. طيب الحقيقة بس قبل ما ننتقل لحاجة تانية، بس الخبر المؤسف النهاردة المفجع بتاع حلوان، الممرضة بتاعت حلوان رحمة الله عليها، يعني الناس التصرف غير الأدمي اللي الناس عملته ده شيء مش مفهوم على الإطلاق. يعني إيه ناس ممرضة توفت أو إنسان توفى بكورونا يفتحوا المقبرة ويطلعوا الجثمان ويولعوا فيه النار قدام المقبرة ويسيبوه ويمشوا؟ يعني حاجة لا يقبلها دين ولا عقل ولا منطق ولا إنسانية ولا أي شيء. طب ما ناس كتير في مصر وفي العالم وفي أي مكان في الدنيا ناس ماتت بكورونا، مين عيلة ما فيهاش مثلا تعرف حد ما ماتش بكورونا؟ ولكن هل ممكن مقبول ده؟ الحقيقة شيء غير مقبول على الإطلاق، وفي كان تحرك من نقابة التمريض بشأن هذه الواقعة المؤسفة، تواصلوا مع أسرة الممرضة المتوفاة رحمة الله عليها، وتم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني لملاحقة المتورطين في هذه الواقعة المؤسفة، والأجهزة الأمنية بتجري تحرياتها، ويا رب يعني ينالوا عقابهم وأشد العقاب، لأن شيء الحقيقة يعني شيء مستغرب ما حصلش في أي مكان في الدنيا أبدا. يعني ربنا يصبر أهلها، يعني حرمة موتى الحقيقة خالص كده في اللي حصل ده، وشيء أكيد مرفوض من الكل، يعني من كافة أطياف المجتمع. هنتابع أكيد الموقف ده مع حضراتكم إذا ما كان في جديد، ونروح لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي خضع عدد منهم لعملية التقييم، وده وفقا للمعايير المعتمدة من قبل شركة ويلز تاورز الرائدة في مجال تطوير العنصر البشري، واللي حققت نجاحات عدة في عدد من دول العالم. هذه الشركة هي شركة استشارات رائدة عالميا، ومتخصصة كمان في الوساطة وفي الاستشارات، وبتشتغل في تقريبا 140 دولة في العالم كله، وتأسست في 1828، عندها 40,000 موظف في مكاتبها في العالم بالكامل. خلينا نشوف التقرير اللي بيتم فيه عملية التقييم لكل شاب بيشارك في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين شركة ويلز تاور واتسون لتطوير وتأهيل الشباب، حيث يخضع كل أعضاء التنسيقية للاختبارات الإلكترونية بهدف الوقوف على الجوانب الشخصية التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي للدولة. الصعب في الموضوع ان انت تلاقي الشخص وتدوري من ضمن اشخاص كتير هل الشخص دوت يقدر يفيد في المكان ده ولا لا، فعمرها ما هتحصل من انترفيو، فكان لازم تحصل من خلال تقييم الكتروني هو اللي بدون اي تدخل بشري، هو اللي يطلع لي في الاخر ريبورت يقول لي من خلال التقييم ده الشخص ده ينفع في المكان ده ولا لا، الشخص ده محتاج دورات تدريبيه في 1 2 3. كل اعضاء التنسيقيه بيعملوا هذا التقييم زي ما بنقول او الكوستشنير، وبيجيبوا عنها لتحديد المهارات الشخصيه، مهارات القياده، مهارات الاتصال، مجموعه من العناصر المهمه عشان نقيس نقط الضعف اللي نقدر نتولى تنميتها وتدريبهم على هذه الادوات. المهارات والامكانيات المراد تحديدها لدى كل شاب تم الاتفاق عليها مسبقا، مع تحديد الآلية المناسبة لمعرفة نقاط القوة وما يحتاج للمزيد من التدريب والتأهيل. أعتقد أن فكرة هناك تقييم يبرز مهارات كل واحد في مجاله، أعتقد أنه هيلقي بظلاله بشكل إيجابي جدا على يعني طبيعة العمل اللي بيقوم به كل واحد في مجاله. يعني قدام حدث الحقيقة لأول مرة بيحصل، وتحديدا في مجال السياسة، متفهم جدا ده ممكن يكون موجود في الشركات والعالميه تحديدا والانترناشنال، لكن ان ده يكون موجود في كيان سياسي نتوقع ايه الخطوه اللي جايه. التقييم النهارده اهميته انه يعني بما انه حاجه اول مره تحصل، وهو الهدف منه ان احنا نطلع كوادر تكون عندها التأهيل الكافي لما تكون مثلا في مناصب او حتى في مسيرتها السياسيه.
إعداد جيل من القيادات التنفيذية والتشريعية في الجهات المختلفة بطريقة علمية هو الهدف الرئيسي من توقيع البروتوكول والالتزام بمعايير التقييم والتدريب. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة المرأة لما بنسمع إنها في جماعة إرهابية إنها متعاونة بشكل أو بآخر فده لأنه بيتم استغلالها. عملية استغلال المرأة وهي الأسوأ طبعا كمان في تنظيم داعش الإرهابي كان ليها أسبابها اللي طرحها مرصد الأزهر الشريف وأصدر الدراسة الخاصة بانضمام بعض النساء لهذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة واللي أكيد بتعاني فيها حتى إذا كانوا بيظهروا بأنهم يعني دي حياة وهم في مأمن أكيد هناك كواليس سيئة وقاسية بتعاني منها هذه المرأة. و المرصد قال أنه قضايا المرأة هي من أولويات الدولة المصرية ككل وبالتالي كان في الكثير من الأمور التي يجب أن تطرح بشأن انضمام نساء إلى هذه الجماعات المتطرفة وإزاي ممكن أن يكون في طرق لحمايتهن من الوقوع كفريسة لهذه التنظيمات. معنا عبر زوم الدكتور ريهام سلامة المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف. برحب بحضرتك يا دكتور وحبدأ معاكي بعملية الاستقطاب والجذب للنساء. يعني شيء غريب إزاي ممكن أنه تتم غسل الأدمغة لهن؟ أولا مساء الخير عليك أستاذ ريهام ومساء الخير على أستاذ عمرو ويعني أنا مبسوطة لأن أنا موجودة النهاردة في برنامجكم المتميز. الحقيقة أنه هو ده أول لقاء ما بيننا أعتقد ما بين مرصد الأزهر وبين برنامجكم والكريم فاديني بس الأول فرصة بسيطة أن أنا أعرف بالمرصد. مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هو تم إنشاؤه في عام 2015 وكان هدفه الأساسي هو رصد كل ما تبثه الجماعات المتطرفة من مختلف اللغات على مختلف المنصات بمختلف السياقات. بدأنا بثمان لغات والنهارده احنا شغالين ب 12 لغه. هدفنا الاساسي هو مكافحه الجهل المتعلق خاصه بالدين. هدفنا الاساسي هو تصحيح المفاهيم المغلوطه التي تبث باسم الاسلام. الحقيقه ان احنا كان عندنا فرصه كبيره ان احنا نمثل مصر ونمثل الازهر في المحافل الدوليه المختلفه وكان من اهمها مجلس الامن في الامم المتحده وانا شرفت بان انا مثلت الازهر ومرصد الازهر بالتحديد في مجلس الامن. ووقتها احنا قلنا حاجه ان ISIS او اللي هي بيقولوا عليها Islamic State in Iraq and Syria هي يعني ما يجب ان يطلق عليها Anti-Islamic State in Iraq and Syria لانها فعلت كل ما يمكن ان يدمر الانسان ويدمر البشريه وطبعا على راسها النساء ايضا. المرصد لما افتتح فضيلة الإمام عام 2015 أطلق أو قال عليه أن هو نافذة أو عين الأزهر الناظرة على العالم، يعني النافذة التي يطل بها العالم على الأزهر وأيضا نحن نطل من خلال هذه النافذة، نحن هنا في الأزهر وفي مصر نطل من خلال هذه النافذة على العالم الخارجي. فإحنا دلوقتي شغالين ب 12 لغة، أنا مشرفة على قسم اسمه قسم اللغة الأردية. اللغة الأردية طبعا هي لغة أهل الهند وباكستان وإحنا عندنا 12 قسم تاني باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والصينية وحتى اللغة العبرية. طبعا هدفنا أو هدف الأديان كلها وهدفنا أو هدف الإسلام إحنا دايما بنقول بالأزهر والمقصد الحقيقي هو الإنسان، هو توعيته، هو حمايته من الخطر. طبعا إحنا دلوقتي لو إحنا بنتكلم عن النساء بالتحديد وحضرتك بدأتي كلامك من هنا فإحنا بنقول إن للأسف النساء مؤخرا أصبحوا فريسة من فرائس أو يعني المستهدفين من قبل داعش. الحقيقة إن إحنا هم في 2014 عملوا كتيبة اسمها كتيبة الخنساء، في دلوقتي توجه لإعادة تمكين هذه الكتيبة مرة أخرى لأن داعش بتمر بأكثر من مرحلة، أولا مرحلة التكوين ثم مرحلة التمكين ثم مرحلة الانتقال. ليه المرأة يا دكتور؟ لأنها مهمة في إيه يعني بالنسبة لتنظيم متطرف؟
يعني هي اول ما بداوا طبعا هم بداوا يستغلوها في بعض الامور العاديه اللي هي عاده بتعملها المراه زي التمريض زي التدريس. هم اطلقوا على نفسهم ان هم دوله وان هم دوله اسلاميه، وبالتالي الدوله طبعا بتحتاج للمراه زيها زي الرجل. ولكن مؤخرا لان المراه قد تكون بعيده عن يعني دائره الاشتباه، لان المراه ممكن برضو مش يكون عليها يعني سكيورتي تشارجز او عليها تضييق امني زي ما بيحصل على الرجال. احنا عايزه اقول لك ان اخر حادثه كانت في اندونيسيا ب 28 مارس 2021 يعني تقريبا من اسبوع، كان اللي قام بالعمليه الانتحاريه كانت سيده وزوجها. ولسه حتى يا دكتوره يعني النهارده الانباء اللي جايه من فرنسا عن احباط عمليه كان هتقوم بها سيده من اصول مغربيه كانت هتستهدف احدى الكنائس. ده بالفعل يعني استخدام السيدات. خليني اسال حضرتك سؤال في الجزئيه دي، المشاهد والاخبار اللي جت من مخيم الهول السوري طبعا للدواعش وخصوصا للسيدات، اكيد حضرتك شفتيها في هذا التقرير المهم الحقيقه، بيتضح جزئيه تجنيد السيدات الاوروبيات او من من المجتمعات الاوروبيه، وده لافت للنظر. بالتالي ايه الخطه اذا كان يعني هذه الرساله الداعشيه انطلت وقدروا يخترقوا عقل المراه الاوروبيه، بالتالي ايه الدرس المستفاد وايه هي الرساله المضاده لتحصين السيدات بصفه عامه وخصوصا في المنطقه العربيه ومصر؟ هو الحقيقه تحسينهم الاول والاخير يجب ان يكون من خلال التوعيه، من خلال تمكين المراه، من خلال حقها او اعطائها حقها الكامل في الحصول على التعليم والعمل وحتى المشاركه السياسيه. الحقيقه ان احنا يعني في التنميه المستدامه، اهداف التنميه المستدامه واللي تم اقرارها في يناير 2016 كان من اهمها هو المساواه ما بين الرجل والمراه، و يعني زي ما بيقولوا تثقيف المرأة. انا مع حضرتك، ولكن يعني السيدات اللي انضموا لداعش من المجتمعات الأوروبية هناك تمكين وهناك تعليم للمرأة. أقول لحضرتك 3000 مقاتل كان انضموا من أوروبا لداعش، كان منهم أكثر من 300 امرأة. السيدات دول كانوا في كثير منهم جدا متعلمات وعايشين في مجتمع زي ما حضرتك بتقول يعني في رفاهية في كل حاجة كويسة، ولكن هم كانوا عندهم مشكلة ثانية، مشكلة فقدان الهوية. لما هم يكونوا مشتتين ما بين هويتهم الدينية وما بين هويتهم الثقافية أو المجتمعية اللي فرضها عليهم المجتمعات هناك، فهم دائما ما يبحثون عن الخلاص، يبحثون عن الجنة، عن الجنة الموعودة التي للأسف بيعدها هؤلاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. يعني دائما ما يقولون أن ما ستجدونه هنا في هذه الأرض الطاهرة لن تجدوها في لن تجدوها في مكان آخر. هم بيتكلموا عن خلافة، بيتكلموا عن رضا إلهي سوف يعني فبالتالي تصحيح المفاهيم الدينية. طبعا أنا شايفة أن هو ده المفتاح الحقيقي لغلق كل هذه الأبواب، أبواب الفساد التي للأسف تطل علينا من حين لآخر، من خلال أحيانا توظيف المرأة واستغلالها. الحقيقة هي في الأول والآخر هي ضحية، ودايما لو حضرتك تلاحظ ان هم يوم ما بيستخدموها بيستخدموها كاداه انتحاريه هي والاطفال، لان هي رخيصه للاسف دروع بشريه، ولكن القاده هم من الرجال يعني، ولكن هي السيدات هي مجرد قنبله تفخخ في اي مكان فتذهب ويذهب معها كثيرون. شكرا جزيلا لك دكتور ريهام سلامه المشرفه بمرصد الازهر لمكافحه الفكر المتطرف، شكرا لك. والى يعني الخدمه المجتمعيه اللي هي مطلوبة للارتقاء بهذا المجتمع في كل المجالات. التنمية اللي بنتكلم عنها أساسها أن المواطن يبقى عنده تعليم جيد، ومؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جميلة جدا من جامعة سوهاج، تم الإعلان عن مكافآت مالية لأي طالب يمحو أمية مواطن. تم توقيع بروتوكول ما بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعة، وده ضمن خطوات بتنفذ في مبادرة تطوير الريف المصري اللي محور منها أكيد محو الأمية. بنرحب عبر سكايب عشان نعرف تفاصيل أكتر عبر الاتصال الهاتفي الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ ريهام على حضرتك، ومساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا. تحياتي لكل السادة المشاهدين جميعا. تحياتنا لحضرتك، والحقيقه مبادره محترمه جدا. لسه كنا بنتكلم دلوقتي على مكافحه الفكر المتطرف، ولعل مواجهه الاميه التعليميه والاميه الدينيه اكيد هي دي واحده من ادوات مواجهه الفكر المتطرف، فنحييكم على هذه المبادره دكتور احمد. انا بشكر حضرتك يا استاذ عمرو. الحقيقه طبعا هذا الكلام محترم جدا، ده موضوع مهم جدا ان احنا نهتم باهالينا، اننا على قناعه تامه باهميه انه نمحو اميه هذه النسبة العالية من الأميين خاصة في محافظات الصعيد.
عشان نقدر يعني نرتقي بكل حاجه. انت عارف حضرتك لما الانسان بيبقى متعلم يقدر يستوعب الامور اللي بتجري حواليه، يقدر يعرف كل حاجه عن الدوله ماشيه ازاي. فده هي دورنا، يعني دور الجامعه خاصه الجامعات الاقليميه انها تهتم بهذا المحور الهام اللي احنا بنوليه يعني اهتمام خاص حقيقه من اكثر. ازاي بقى؟ هل عاملينه شرط اساسي مثلا في عمليه التخرج، في عليه درجات، عليه يعني نسبه منخفضه في الرسوم؟ يعني ايه العوامل التحفيزيه برضو للطالب؟ عاملين بالظبط كده يا استاذ ريهام حاجتين. الحاجه الاولى ان ده متطلب تخرج بموافقه اللجنه التعليميه للجامعات. بالنسبه للكليات اللي بيتم تدريس فيها مقرر اسمه المشاركه المجتمعيه ومعهد اميه، وده كليه التربيه، كليه التربيه النوعيه، كليه الاداب قسم الاجتماع. في بعض الاقسام في الكليات في عندهم مقرر بتعليم المحو الامي وتعليم الكبار او المشاركه المجتمعيه او جزء عملي عن تنميه المجتمع. هذه البرامج او الكليات ده بيتم فيها اجباري ان الطالب يمحو 104 من الدارسين. ده جزء يعني مؤسسي بيتم داخل الجامعه. اما الجزء التحفيزي الاخر فهو احنا بنشجع اولادنا على انهم ينفذوا ده، وده من خلال مجموعه من المحفزات اللي هنسميها اللي بتقوم بها الجامعه مع الهيئه العامه للمحو الامي وتعليم الكبار. هذه المحفزات بتتمثل في ان احنا بندي كل طالب بيمحو اميه اربع افراد بنديله 350 جنيه على كل واحد يعني يتم محو اميته، بالاضافه بنديله 50% تخفيض على الرسوم الدراسيه اللي هو بتوصل تقريبا حوالي 300 جنيه عن كل طالب. بالاضافه كمان بنديله 50% دعم من الطلبه اللي بيكونوا في المدن الجامعيه من تكلفه الاقامه. في قد ايه اتعلم على حس المبادره دي؟ والله حضرتك المبادره دي احنا بنعملها هي دوره ثلاث شهور. كل ثلاث شهور بيتم عقد امتحان للطلاب اللي هم مش يعني اللي هم الناس اللي احنا بنحفظهم، وده بيتم بالتنسيق مع الهيئه. يعني احنا بناخد قواعد البيانات من الهيئه وبنعرضها على الطلبه. كل طالب في قريته او في نجعه او في مدينته بيبقى يشتغل على اهله يعني اللي حواليه. بالظبط، يشتغل على اللي حواليه، وهو ده بيعمل فصل في قريته. الفصل ده بيكون عنده في البيت او في المسجد او في عند العمده او في المنظره. طيب لما 73 طالب يا دكتور، 73 طالب يمحو أمية 272 شخص، شايف الرقم ده ازاي؟ وازاي 73 طالب دول يبقوا 370 طالب في الجامعة يمحو أمية 20,000 مش 272 بس؟ ده يتحقق ازاي؟ ده حضرتك متوقع، لان احنا حضرتك الدورة اللي بكلم حضرتك عليها كل ثلاث شهور، يعني دول 72 طالب بالظبط 272 ده بيتم كل ثلاث شهور. يعني يعني احنا متوقع ان كل ثلاث شهور بنمحو اميه ما بين 250 و 300 شخص من اهالينا في السوهاج. فده على مدار السنه ومدار السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه متوقع ان هو يعني يتم محو اميه عدد كبير جدا من الاميين. ممتاز. الحقيقه والهدف ده بيتم كمان امتحان. يعني احنا بنعمل طبعا بعد كل ثلاث شهور في نهايه الدوره بنشوف الطلبه اللي هي محت اميه العدد المطلوب، بنعمل لهم تكريم، بنتوزع عليهم الجوائز الماليه، بنديهم شهادات تقدير. والحقيقه الاهم من ده كله هذاك ان احنا بنعمل دورات تدريبيه للطلبه علشان يمحو الاميه، لان هو مش كل طالب بيقدر هيقدر يعني طبعا يعني يقدر يمحو الاميه ازاي. احنا مع الهيئه بنعمل دوره في بدايه ثلاث شهور بيتقدم اليها الطالب الراغبين، وبالتعاون مع الهيئه بنجيب حد خبير في هذا المجال بيعمل دوره للطلبه لمده ثلاث ايام او اربع ايام علشان يستعدوا للتعامل مع الطلاب. بالاضافه طبعا للكتب والمستندات اللي بتيجي من الهيئه اللي بيستخدمها الطلاب علشان يعلموا اهالينا في الفصول. والله تجربة عظيمة جدا دكتور احمد، بنحيي حضرتك عليها وجميع القائمين عليها في الجامعة، وطبعا الطلبة اللي بينفذوها والمواطنين الكرام اللي بينضموا اليها وما بيتكسفوش وبيدخلوا ويمحوا اميتهم. فشكرا جزيلا استاذ دكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على هذا الدور المحترم. نتقابل بعد التقرير الإخباري، وعندنا كلام مهم جدا عن ملف التصالح في مخالفات البناء، طبعا بعد انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء. خليكم معنا. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار القادة حول تداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في إفريقيا عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون
وأنجلا ميركل المستشارة الألمانية، فضلا عن سكرتير عام الأمم المتحدة ولفيف من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسؤولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي. الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الإفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة وتعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف، بهدف تعزيز التعاون بين سكة الحديد ومصنع سيماف وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية. الاتفاقية تضمنت قيام مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة تشمل 300 عربة كشف قلاب و375 عربة لسطح الحاويات و150 عربة صهريج و125 عربة صندوق و50 عربة سبنسا، وسيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد 1000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائي، وسيتم الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد 300 عربة وجميع عربات السطح بعدد 375 عربة خلال 24 شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائي. أشادت الأمم المتحدة في مصر بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها مجلس الوزراء وصدق عليها البرلمان للقضاء على ظاهرة ختان الإناث في مصر. اعتبر مكتب الأمم المتحدة في مصر في بيان له اليوم أن هذه التدابير التي أقرت حديثاً هي نتاج للدعوة والتنسيق الاستراتيجي الهام واللذين قادتهما اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي يرأسها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم من القيادة السياسية العليا. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021-2022 بداية من الخميس 8 إبريل 2021، تستمر لمدة 15 يوما من خلال رابط خاص بالمدرسة. أكدت الوزارة على أن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول كي جي 1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء ارتفاع في درجات الحرارة. يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. انتهت مهلة تقديم طلبات التصالح خلاص على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوم 31 مارس اللي فات. كده المهلة الأخيرة في عملية التصالح وفق القانون تمت. اللجان المختصة المشكلة وفق نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بتستمر في عملها، وهو فرز طلبات التصالح اللي تقدمت فعلا من أجل البت فيها بقبولها أو رفضها. المشوار كبير، المسألة فيها محطات كتيرة محتاجين ان احنا نستفسر عنها مع ضيفنا وضيفكم المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا فندم. سيادة النائب، انتهى خلاص الامر، قضية يوم 31 مارس، بقى لنا اسبوع دلوقتي خلاص بدون ما فيش مد في التصالح في مخالفات البناء. تقييم حضرتك للتجربة، إلى أي مدى نجحنا في هذا الأمر وضعا في الاعتبار أن في 3 مليون طلب تصالح بالفعل تقدم؟ طيب يعني أولا لابد أن احنا نتفق أن سياسة الدولة في ملف التصالح هي سياسة الألف ميل، أنا بسميها كده، هي خطوة في مشوار طويل. احنا خلصنا الخطوة الأولى، شوف كل الكلام ده، احنا خلصنا الخطوة الأولى.
فبالتالي لو أنا هقيس التقييم على الخطوة الأولى هقول لك الحمد لله، ده زي ما كنا في لقاء قبل كده وقلت لكم ده ملف فيه دروس مستفادة نتعلم طبعا منه كلنا كحكومة وبرلمان وإعلام وإلى آخر. لو هقيم الخطوة الأولى، لا الخطوة الأولى الحمد لله في 3 مليون طلب تقدموا بعد ما كان الأشهر الأولى في الكثيرة يعني جزء اللي يمثل تقريبا 70 أو 80% من الفترة كان كل اللي تقدم 400,000 طلب. أيوة. فلما حصلت اللحمة دي ارتفع ل 3 مليون، فده ده يعتبر في مجال التقييم شيء إيجابي. أيضا المبالغ المحصلة، مبالغ المحصلة تجاوزت 17 مليار وأعتقد مع الإعلان النهائي ممكن يكون يعني تقرب على ال 20، ده قيمة ال 25%. لكن الحقيقة الدولة مش مستهدفة حصيلة يعني يعني مش الملف ده احنا مش نمرة واحد حصيلة. أيوة. نمرة واحد هو تصفية الملف. أيوة. تقنين الوضع. طب هل الثلاثة مليون دول يمثلوا واقع المخالفات في مصر؟ لا. هنا بقى ننتقل إلى إذا أردت أن تقيمه من منظور آخر. لا لا يمثلوا طبعا واقع المخالفات أكتر بكتير. الواقع أكبر من كده بكتير بكتير بكتير. للأسف. اللي تقيم الوزارة كانت بتتكلم 3.5 مليون مخالفة. لا هو المخالفة الحكومة، وإحنا يمكن كان في لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الإدارة المحلية والإسكان قلت لهم أنتوا متقيموا المخالفات تعريف المخالفة. تعريف المخالفة عندكم هي المخالفة المقيدة لديكم كجنحة، جنحة مخالفة بناء. الواقع ان في عقارات وفي وحدات مقامة وما تعملش لها مخالفات، ما تعملش لها جنحة. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ وده طبعا يقدر يحققه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويحققه أي واحد عايز يفهم الملف يمشي على رجله. يعني يمكن قبل الفصل كنت بحكي لكم ان يعني ابتدينا ننزل على رجلينا في بعض الأحياء، يعني مشيت على رجلي في رود الفرج، في شبرا، في امبابة. امبارح كنت في بقى لا انتوا انزلوا، صعب الوضع على الواقع اصعب مما تفسره الكاميرا. الكاميرات انا عارف، وبعدين برضو احنا بنراعي عشان نبث امل وتفاؤل اعلم ان احنا برضو مش صح ان احنا نصور المشاهد دي على طول، لان لكن المشاهد على الارض طبعا صعبه. مشاهد عمارة جسر السويس، مشهد عمارة فيصل، العمارات اللي عمالة تقع في اسكندرية وفي كثير من المدن وعواصم المحافظات، ده ميراث وناتج ترهل على مدار 40 و50 سنة. ما هي المنظومة متهالكة بيعاد يعني النظر ليها طبعا مرة تانية، ده أكيد. العدد يعني العدد يا أستاذة كبير جدا فوق قدرة أي حكومة. اي شوفي جيبي اغنى حكومه في العالم لا تستطيع ان هي تتصدى لمثل هذه التشوهات العمرانيه. عشان كده ملف التصالح هو عنصر من عدد من العناصر المكونه لمعادله نجاح في هذه المساله. ايه بقيه العناصر؟ الاشتراطات البنائيه اللي احنا بنتكلم فيها مع الحكومه، ما يحدث النهارده، عنصر اللي انتوا اتفرجتوا عليه النهارده الدلتا الجديده ده احد العناصر، واخده بقى المدن الجديده عنصر. يعني فكره ان انا اخرج بره النطاق الضيق بل كثافه العمرانيه المركبه بشكل عشوائي الى نطاق اوسع قائم على انشطه اقتصاديه متنوعه. الشق الزراعي فيها بسم الله ما شاء الله، لان احنا ما نقدرش ننفي ان احنا عندنا ما يزيد عن 4000 قرية وما يزيد عن 30,000 قرية تابع. احنا عندنا مجتمع ريفي كبير. هل سيادة النائب ان واحد من اهم المكتسبات ان احنا وقفنا التعدي على الاراضي الزراعية بهذا القانون؟ صحيح. اصبح في خط فاصل ما بين ما كان وما سيكون. لا التصالح ما مالوش دعوة مش هيبقى في تعدي تاني على الارض الزراعية. لا التعدي على الارض الزراعية ارادة الدولة، التصالح ارادة سياسية عمرو بيه. يعني هو القانون الذي ينظم مسألة التعدي على الأراضي الزراعية قائم وموجود قبل التصالح ولكن غير مفعل. ولكن بالتصالح قانون 119 يعني مش هيبقى في تصالح بعد كده. يعني اللي هو ما كانش في تصالح يعني من البداية كان إزالة وما كانش بيبقى في إزالة وما كانش في الطبع. هي في قانون عشان كده قلت لك هي إرادة سياسية. شوف أنا ما يعنيني في الملف في الحياة واللي شاغلني قوي هو الانتقال من الحالة
إلى المؤسسية. ما حدث هو حالة، حالة لإرادة رئيس دولة. منفرد. تاني. منفرد طبعا. فهي البداية كانت في افتتاح المحمودية في الحوار الكبير، وكلنا شعرنا بالألام التي يعاني منها الرجل بوصفه رئيس دولة جاد ومخلص. فبيقول حتى وجه كلامه لرئيس مجلس النواب وقتها، قال له يا دكتور علي أنا مش عارف أعمل إيه، وجاب المشهد بتاع التعدي وشكل القرية من سنتين ثلاثة، ثم شكل القرية الآن وشكل القرية من 5 سنين. الحالة دي هي أنا بسميها الانطلاقة، وابتدى بقى يوجه كل أجهزة الدولة، فحصلت لحمة بناء على توجيه من القيادة السياسية. طيب لو التوجيه ده ابتدى، ما احنا ما في التزامات اخرى وفي اعباء اخرى، فبالتالي هو مش مطالب منه ان هو يتابع هذا الملف بموجب هنا إدارة. المؤسسية اللي انا بتكلم فيها ان انا النهارده انتقل، اولا المؤسسية تأتي بلحمة ايضا بس من خلال مقاومات اخرى. واحد، ان الاجهزة المعنية بتنفيذ الازالات من المنبع في المهدي يعني تستمر، خير الاعمال ادوامها يا استاذ عمرو، وان ايه وان قلت فانا بقى عايز الديمومه دي، السستينابيليتي في الاداء لابد انه يكون حاضر. وده دور الاجهزه المحليه، اجهزه الزراعه، اجهزه المدن الجديده. طيب النيابه الاداريه راي حضرتك ايه في البيان اللي صدر النهارده من النيابه الاداريه فيما يتعلق بالقضايا اللي تم احالتها للمحكمه التاديبيه في خلال عام 2020؟ 3953 قول حوالي 4000 قضيه. نعم. في مخالفات البناء على مستوى الجمهوريه 945 قضيه، مخالفه التعدي على الاراضي الزراعيه 227 قضيه، مخالفات تعدي على املاك الدوله. شايف حضرتك ازاي الدور مصر الرقابي بيقوم بيه جهاز زي هو عندما الإدارية. عندما يدلي دولة رئيس الوزراء ويقول لك ان ما يزيد عن 50% من العمران مخالف او تم بناؤه على اسس غير مخططة علميا، ده الحقيقة نلوم في المواطن ولا نلوم في الحكومة؟ المواطن يريد سكت طبعا. الحكومات طبعا. المواطن يريد ان يسكن، المواطن يريد خدمات، المواطن أسير لقوة النظام الذي صحيح. يحكمه. فإذا كان النظام الذي يحكمه يطبق القانون فيلتزم المواطن، يراعي متطلبات المواطن أكيد. مش أطبق القانون يعني. ونقطة أنا هاجي أوقفك، لا، ده سكن زي الأكل والشرب واللبس. فبالتالي عشان كده بقولك اللي بيحصل في مصر النهاردة ده احنا كده ماشيين على الطريق الصحيح، مش مجاملة. لان انا لما جيت وقفت المباني اشم نفس اشوف الدنيا ماشية ازاي، ادي فرصة للاعلام انه يشكل وعي، النواب يشتغلوا في دوائرهم يفهموا المواطنين، اللي خلي بالك برضو ما انت في ثقافة اتبنت، ثقافة اتولدت على مدار سنوات كثيرة جدا ان انا عايز ابني هبني صح. ليه؟ لان الدولة ما بتخلينيش احصل على رخصة بسهولة، ولأن الموظفين في الجهات الإدارية بيبتزوني، ولأن الدولة مش موفرة أراضي مخططة، ولأن هل في دلوقتي مخاوف يا فندم بقى من أنه ده يعني يحصل تاني، أنه التجاوز نشوفه من المواطنين بأريحية؟ قبل ما أقول التجاوز من المواطنين أشوف الدولة وفرت إيه. لازم المواطنين يعرفوا، المشاهدين يعرفوا، الدولة وفرت مدن جديدة عمالة تبني فيها. أيوه. في كل محافظة في مدينة جديدة النهاردة تستوعب. الدولة وفرت الحقيقة أنشطة اقتصادية زي المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. يعني لما أجي أتكلم على راجل مصر إن هو يتعدى على أرض زراعية، أيوه، وأنا بوفر مساحة من الرقعة الزراعية إن ولاده يقدروا يشتغلوا في المساحات المهولة دي. حضرتك بتكلم في مئات الألاف من الأفدانة، 1500 فدان يعني موجود في الدلتا الجديدة يعني. لا، ولسه ده حضرتك ده مشروع كبير، مليون ونص في 1500، مليون ونص فدان لسه فندم يعني. هو دلوقتي 200 ألف فدان، ثم بعد كده المستهدف إن شاء الله قائمين على الأبار، ثم لما بعد كده يبدأوا من مصرف النبرية يعملوا المحطة ويطهروا يعني يغيروا الكواليتي بتاعت المية بتاعت الصرف الزراعي، هيضخوها مع الأبار. مشروع كبير جدا على فكرة،
وحلم كان. فانت بتتكلم في نقله كبيره جدا للمزارعين، ما ادلكش بقى المساحه ان انت ايه تخالف. الامر الثاني ان الرئيس وجه في يوم الشهداء باهميه مراجعه زياده بعض الارتفاعات في القرى. طبعا. عشان كده الاشتراطات البنائيه لو في مساحه ان انتوا هتسالوا ده حطيناها دلوقتي يا فندم على الشاشه وحضرتك بس اسمح لنا بس نخرج فاصل بعد اذن حضرتك نرجع بقى نشوف مساله زياده الارتفاعات في الريف ونشوف الاشتراطات البيئيه لان البنائيه لان الناس بتسال طيب هنبدا على اي اساس، هنبدا على ايه دور الجامعات، هل الجامعات خلصت مع المحافظات يحطوا الاشتراطات والتنفيذ هيبقى ازاي، هنفهم ده من حضرتك بعد الفاصل. ارجوكم خليكم معانا. بنرحب بحضراتكم مرة أخرى وبنجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم سيادة النائب المهندس أحمد السجيني نائب أو رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بسيادة. اهلا بيك يا فندم. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاشتراطات البنائيه الجديده، ازاي ده ممكن يحجم من مساله التجاوزات، عايزين بقى نعرف دورها كمان في تنظيم الشكل العمراني في مصر. طيب هو احنا اتكلمنا عن ان احنا كلنا متفقين ان الشكل العمراني المشوه ده لابد ان احنا نتصدى له بالتنظيم وبالاصلاح، كده احنا متفقين على المبدا ده. طب كويس. الحكومه عشان تعمل كده فأحد العناصر المكملة اللي احنا اتكلمنا فيها فكرت في إصدار عدد من الاشتراطات الجديدة للبناء. وقفت البنى فترة زي ما حضراتكم غطيته وابتدت تقول والله أنا هعمل 1 2 3. الحقيقة الاشتراطات دي اللي احنا عايزين نأكده للناس أنها ليست تشريع، يعني ده مش قانون، ده قرار حكومي قابل للإيه؟ للتعديل في حال ان احنا طبقناه ووجدنا بعض الامور اللي محتاجه تتعدل فنقدر نعدله. الحكومه من يعني اسهل بكثير جدا من ان هو يكون تشريع او حتى لائحه تنفيذيه. عشان نبقى بس الناس تبقى ايه تمام. مستوعبه الحته دي ومش قانون ومش قرار وزير التنميه المحليه. لا قرارات هتصدر من الحكومه المصريه وهيعقد لها دوله رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ويشرح فيه. الامر الثاني هذه القرارات تخص فقط المدن ولا تخص القرى ولا تخص المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية ولا تخص مشروعات الدولة القومية، يعني هي بتنظم المسألة البنائية داخل المدن وعواصم المحافظات اللي هي كثيفة بالسكان واللي فيها الأشكال اللي حضراتكم شايفينها. الأمر الثالث هو أن الحقيقة وده لابد ان احنا نحيي الحكومة فيه، ده قرار حكومي مش تشريع، الا ان الحكومة نظرا لأولا وجود مجلس جديد، ثانيا لقناعتها بان الملف الثقيل، دعت لجنة الإدارة المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة إسكان في اجتماع مع رئيس الوزراء والوزيرين المختصين عشان يعرضوا علينا الموضوع ده الاشتراطات. بناء عليه احنا طلعنا من هذا الاجتماع بعد الاستماع عشان الناس تبقى عارفة حجم النقاش اللي تم فيها، وعقدنا 5 اجتماعات. 2 منهم رئيس الوزراء معانا ده في البرلمان بقى. لا 2 بتوع رئيس الوزراء في مجلس الوزراء. في مجلس الوزراء 3 منهم وزير التنمية المحلية وزير الإسكان. 2 من الثلاثة كانوا في حزب مستقبل وطن، والثالث كان بلجنة مشتركة دولة رئيس مجلس النواب وجه بيها وصد عليها تعقيدها لجنة الإدارة المحلية والإسكان. اللي حضر الاجتماعات الخاصة سواء في الحزب أو في البرلمان تنوع كبير جدا في من السادة النواب، يعني 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 عندك النائب الشعبي، عندك النائب التكنوقراطي اللي فاهم أستاذ جامعي في كلية هندسة أكاديم. عندك النائب المطور العقاري، عندك النائب المحامي، يعني تشكيلة بأعداد تجاوزت 80 و80 و60، يعني انت بتتكلم في حضور ومشاركة تقريبا تجاوزت 250. ده صعب الامر ولا ساهم في ايجاد حل؟ اكد جيد. القناعات طبعا لمن يدير الجلسة بتبقى صعبة ان حضرتك تديري هذا العدد والوزر اللي قاعدين كل اجتماع 5 ساعات ولا 6 ساعات عمالين يعني. لكن خدم الموقف بنسبة. لكن خدم الـ 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 اكد الـ القناعات بايه بقى؟ اكد القناعات بالاتي، ان لا خلاف أن المجلس الموقر بنوابه يدعم الحكومة المصرية
في أهمية التصدي للبناء الفوضوي. تمام. قولا واحدا. أيوة. اتنين، ان الاشتراطات البنائية المطروحة هي بتتحدث في امرين. الامر الاول هو قيود معينة في الارتفاعات ونسبة المباني. تمام. والامر الثاني في الآلية الجديدة عشان المواطن يحصل على الايه؟ الرخص. هبدأ بالتاني، الآلية الجديدة. هم شايفين ان المحليات والاجهزة الادارية كانت عندها مشاكل وعندهم حق فيها طبعا، فخلقوا طرح موازي ممثلا في الجامعات، وقال لك الجامعات هتبقى لها وحدة ذات طابع خاص، المواطن بيتقدم المركز التكنولوجي، ووراء المركز التكنولوجي منظومة الجامعة فيها، ودي مسألة طبعا محتاجة اشتراطات ومحتاجة مساحة من الوقت، عندنا الأيام جاية ممكن نبقى نشرحها. أنا بدي خطوط عريضة. الجزء الأولاني قال لك والله في بشكل عام الارتفاعات هتبقى أقصى حاجة 4 أدوار، تبدأ بأرضي ودورين على حسب تقريبا عرض الشارع، يعني الشارع 8 متر شيء، الشارع 10 متر شيء، الشارع 12 متر شيء، أقصى حاجة 4 أدوار. نسبة البنائية 70%، ده الطرح الأولي ايا كان مساحة الارض. سادة النواب لما تدخلوا قال لك لا، 70% انا عندي مساحات صغيرة 50 متر و 100 متر والكلام ده، فانت ما ينفعش تاخد 70% دي، يعني هتبقى بالنسبة له الارض ايه. فدي من الحاجات الحكومة الحقيقة في النقاش الاولي، انا طبعا لسه هو هيعلن عنها، ممكن يدي امور يمكن اكثر من اللي انا هقوله، هنقول اللي حضراتكم صوتكم مع الحكومه يعني الى حق بنسبه الى حد ما، الى حد ما. فقال لك ال 175 ده يبني على 100%، يعني مش هيستقطعوا منه نسبة من ما يزيد عن هذا، فبيستقطع منه نسبه عشان يقدر يخلق نوع من انواع يعني التنفس، مش هيبني على الصامت يعني، مش هيبني على الصامت. طبعا المسألة الخاصة بقيد الارتفاع دي بقى كان فيها كلام كتير جدا، أكيد. والحكومة متمسكة بها، والحقيقة يعني هي لها فلسفة متمسكة بالقيود اللي هي حددتها، اللي هي إيه؟ اللي هي أقصى حاجة 4 أدوار عدا، ودي حط طبعا عدا دي تحت 10 خطوط عشان برضو الناس تبقى مطمئنة. الشوارع الرئيسية والمحاور الرئيسية دي ممكن الأدوار تزيد عن 4، المحافظ كل محافظ هيقدم للمجلس قاعدة أعلى التخطيط عمراني رؤيته في مثلا كورنيش النيل، شارع البحر في اسكندرية، وهكذا. الشارع الكبير 50 متر مثلا، الرئيسية احنا طلبنا منهم ايه في هذه المسألة، وانا على وجه الخصوص اللي طلبته قلت له لازم تعمل تعريف ليه، ايه هو المحور الرئيسي بالزبط. وهو الشارع ليه؟ لان المحور الرئيسي في محافظة زي مثلا سوهاج، اسيوط، ده يعتبر شارع جانبي في محافظة زي القاهرة او الجيزة، واخد بال حضرتك؟ شارع جامعة الدول العربية ده ممكن ما تلاقيهوش في محافظات اخرى. فلابد ان انت ما تعملش التباس وانت بتطلع الحاجات دي للمنفذ، لان اكيد هيبقى في دقه وفي لا شوفي انت بقى بتقولي ايه، اكيد لا انا بقى بقول لك ما اعرفش فعلا التجارب، بس ده ممكن احنا بنطالب يعني ان يبقى في يفضي لمشاكل اكتر. هل رجعي سيد النائب، هل باثر رجعي ولا مش باثر؟ لان مثلا في واحد النهارده هقول لحضرتك حاجه، ممكن مثلا رهان اشترت قطعه ارض في منطقه ما ب 30 مليون عشان تبني عماره ومعاها رخصه 10 ادوار. شكلك حضرتك تقول لها شكلك كنت حاضر معانا الاجتماع ده يا استاذ عمرو، فعلا اتقال كده يعني، او حد هيقول لك انا قلت لك في الفاصل؟ لا والله خالص يعني. شوف يا سيدي، بس دي حاجات من الواقع، دي 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 قضيتي انا، قضيتي هيطلع 4 ادوار. انا قضيتي الاولى وتحفظي الاول والاخير كان وما زال هو في مساله، حتى انا قلتها، قلت الملفات دي عشان نعرف نطبقها وننجح فيها ونصل للمستهدف فيها، طالما متفقين على الفلسفه محتاج ان انت تحقق العداله اللي تدي لك البركه بالبلدي كده، بالبركه في التنفيذ عشان تنصرف على المجموعه، يعني ما يبقاش في حد متضرر قوي. أيوه. وهنا ما تقوليش ان انت بتبص لمصلحه خاصه، لا انا ما ببصش لمصلحه خاصه،
ابص لضرر شريحه من المجتمع. وديت فيها مثال، انت بتتكلم في ايه؟ حضرتك والاستاذه ريهام رحتوا اشتريتوا ارض تحويشه العمر ب 30 40 مليون، ده مش كده وبس، ممكن تكونوا استلفتوا من الاهل. في ناس بتشتغل وشغاله طوائف معمار وشغاله ناس كتير فيها في المجتمع، رجال دوله طلعوا خلاص ادوا مهمتهم، اخذوا مكافاه نهايه الخدمه مع ولادهم وراحوا شارين حته ارض، اشتروا حته الارض دي على القانون الحالي حقيقي. أيوة. 119 ويطلع له رخصه بيها. لا، واشتراها على اساس حاجه اسمها شهاده صلاحيه. شهاده صلاحيه بتقول ايه؟ بتقول ان الارض دي بتبني الارض دي بتبني حضرتك ارضي سي وست ادوار. فجاه احمد السجيني كده بين ليله وضحاها وانت ما تعرفش، راح مطلع لك حاجه اسمها اشتراطات بنائيه تطلعك ارضي ودورين. حضرتك كده فلوسك ايه؟ راح طبعا. طب لو كنت واخد قرض من البنك او كنت سالف هيتحبس، انت اتحبست كده. فهنا انا تحدثت مع الحقيقه يعني الزملاء في الحكومه وقلت لهم في مثل هذه الملفات يجب ان يستحضر ما هو يعني النص الانتقالي. النص الانتقالي ليس مقيدا بفتره زمنيه، لان لو فتره زمنيه دي بالله متناهيه. لا، نص انتقالي مقيد باجراء. ايه هو الاجراء؟ اما شهاده الصلاحيه او رخصه هدم ساريه. هيعمل ايه بقى؟ يقلل لك الدمج اللي ممكن يحصل من حاجه زي كده، الخسائر اللي ممكن تحصل حاجه زي كده. ليه بقى؟ وبعدين انا ده دول مش مافيه اراضي ولا مافيه بناء مخالف، دي ناس ملتزمه مواطنين. لا وملتزمين جدا، ما عملوش حاجه، وماشيين واشتروا على الايه، هي الدنيا اتغيرت بس الدنيا اتغيرت. ايوه، فمش عايزين دول يخرجوا. انت لو مكانهم او وحصل الخساره الكبيره دي، وهم قولا واحدا هيخسروا خساره كبيره جدا. قولا واحدا هيخسروا خساره كبيره جدا. ما بنتكلمش بالمناسبه هنا على الناس اللي شاريه مثلا في فيصل في شارع عرضه 5 متر ولا 10 متر وعايز يطلع برج 11 دور، لا بنتكلم على ناس شاريه في شوارع كبيره. لا بص، انا بتكلم على ناس شاريه وعايز يبني عماره بشكل قانوني. شوف عمرو، انا بتكلم على ناس شاريه استنادا لشهاده الصلاحيه. مظبوط. على فكره اللي شاري في شارع فيصل في شارع عرضه 5 متر شهاده الصلاحيه بتاعته بتقول يطلع ارضي وثلاث ادوار او ارضي ودورين. خلاص تمام. لا يعني هو اشترى على كده. ايوه، انا راجل، انا مشرع وبيتكلم بالقانون. 5 متر 6 متر 8 متر القانون بيقول ايه؟ 119 بيقول كذا، او شهاده الصلاحيه طلعها من المحافظه بتقول كذا. احنا كل اللي بنقوله ايه؟ ان النص الانتقالي يسمح له انه يبني على شهاده الصلاحيه. لو شهاده الصلاحيه بتقول ارضي ودورين، خلاص ارضي ودورين. هو بقى كان ناوي يخالف، ده مش شأن. ما مش هيخالف بقى كده خلاص. هو كان ناوي يخالف يبقى نيته سيئه يخسر، ما عندناش مشكله. أيوة. اشترى الارض دي على انها بتطلع 10 ادوار مخالف، هو انت كان نيتك سيئه تخالف، القانون لا يحمل. ال- ال- الفكر الانتقالي، المرحله الانتقاليه دي هل ممكن تلقى صدى لدى الحكومه؟ شوف اقول لحضرتك حاجه، الحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء واللي انا بحييه دوما، لان هي مبادره ليه؟ احنا رقابتنا رقابه لاحقه. فكون انه يجيبنا في قرار حكومي ولنقوم بدور رقابي سابق، لان ده مش تشريع، دي مشاركه مجتمعيه، فده الحقيقه وعي كبير جدا. هو كان حضراتكم موجودين من الاول، موجودين، كان مستمع جيد جدا واخد بقى. ف هو الراجل قال ايه؟ قال احنا هناخد مراكز معينه، احياء معينه في كل محافظه، وهنعمل بايلوت عليها تجربه لمده 60 يوم، نقيم المسألة ونبدأ نصحح من الايه؟ من الأوضاع لو لقينا أوضاع مخالفة. ففي هنا ده يطمنك، في حكومة واعية بتصلح ولها حس سياسي كمان. ومسألة نتفائل خير بإذن الله. إن شاء الله. ووجودكم الله منذ البداية كيعني تواجد استباقي وليس فقط رقابي أو بعد ذلك. أنا عايز أطمن حضرتك وأطمن المشاهدين، نبض الناس احنا نقلناه بلا اي نوع من انواع المجامله، ودينا بنيجي اهو بنقول نقاط الاتفاق كلها، لانكم بتتكلموا بلسان المواطن. طبعا شرفتنا سياده النائب المهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب. شكرا جزيلا لحضرتك، تحياتنا لسياده. شكرا يا فندم. شكرا يا عم. شكرا لحضراتكم. شكرا ريهام. شكرا لحضراتكم، وتصبحوا على خير.